أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مع حلقتنا المميزة اليوم بطبقين قلنا باستخدام التشيكن فيليه والمكرونة، ولكن كل واحد فيهم مختلف عن الثاني. حنعمل هلأ فيليه دجاج مع الفيتوشيني بصلصة الريحان، نشوف مع بعض الطريقة. فيليه دجاج مع فيتوشيني الريحان، 4 قطع كبيرة فيليه دجاج، 0.5 ملعقة صغيرة ملح، 0.25 ملعقة صغيرة فلفل أسود، 0.25 ملعقة صغيرة هيل ناعم. صلصة الريحان، 2 حزمة ريحان أخضر، 0.5 كوب بقدونس، 0.5 كوب صنوبر، 2 إلى 3 فص ثوم، 2 إلى 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون، خليط المكرونة، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، 2 فص ثوم مهروس، 1 كوب كريمة، 0.25 ملعقة صغيرة فلفل أبيض، ٤٠٠ جرام مكرونة فيتوشيني، 2 إلى 3 ملعقة كبيرة صنوبر وجبن بارميزان. الطبق اللي حنعمله اليوم حيبقى مقسوم لجزئين أو لمرحلتين، بس بدك تعملي تقسيم وقتك بحيث أنه يطلعوا الاثنين بنفس الوقت جاهزين. إحنا حنعمل تشيكن فيليه وبنفس الوقت حنعمل مكرونة، فالمكرونة لازم تتقدم سخنة وبنفس الوقت نفس الطبق حيتقدم سخن الاثنين على طبق واحد، فنحاول قدر الإمكان نبرمج وقتنا. أنا ما بدي إياكم تقلقوا من هالمرحلة هاي، بس حنشوف مع بعض. أنا وأنا بشتغل حاعطيكم بعض الأفكار اللي تخلي الطبق يطلع في نفس الوقت. هحتاج هون شوية مي تغلي، بس خليني أغطيها لبما تغلي. خليني أتكلم عن المكرونة اللي حنستعملها اللي بنسميها الفيتوشيني، بتبقى مكرونة على شكل شريط عريض، وهلأ صارت منتشرة وعم نستخدمها في كتير أطباق حتى العربية يعني، فصارت أشكال وألوان وحتى بتصنع في مصانع عربية، الكل صار يحبها والكل صار يبتكر أطباق حتى غير عن الأطباق اللي بتلاقوها في إيطاليا، صار لنا لمسات خاصة باستعمال هالمكرونة. ممكن نستعمل المكرونة اللي بتبقى السادة ما فيهاش أي فليفر أو طعم، أو إذا حبيتوا تستعملوا الخضرة اللي بتبقى فيها بقدونس وبيبقى ساعات فيها سبانخ، وساعات بتبقى خلطة من كذا نوع من الخضرة مع بعض، فبتقدروا تعرفوا الأنواع هذه بيبقى موجود على كيس المكرونة إيش المكونات اللي داخل فيها. إحنا اليوم بس حبينا نستعرض النوعين، بس أنا مش هستعمل الخضرة هاي لأنه عندي دريسنج اللي حعمله أو الصوص اللي حعمله حيبقى بالريحان، فيفضل إن أستعمل المكرونة البيضة، ما في داعي أضاعف الطعم من غير لازمة. عندي المي هون ابتدت تغلي، خلينا بس نعطيها كمان دقيقة، أضيف عليها شوية زيت إذا حبينا زيت زيتون أو حبيتوا زيت عادي في مية سلق المكرونة اللي موجود عندك بمشي الحال. شوية حوالي معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وأسيبها بس هيك أغطيها، لما بغطيها بتغلي أسرع. ونبتدي نجهز الجزء الثاني اللي حنحتاجه للوصفة اللي هو الصوص. الصوص أنا حامله على مرحلتين، مرحلة تجهيز الصوص نفسه ومرحلة طبخه. إحنا أهم إشي عنا، ممكن في بعض الأوقات تكوني بدك تعملي برضك الصلصة هذه أو المكرونة من غير الفيليه، فلازم برضو تعملي توقيت إنه يطلعوا سخنين مع بعض مباشرة، المكرونة بس تنسلق على طول على الصوص. فعشان نعمل هذا العمل أو الشغل هاي بإتقان، لابد يكون عندي قلاية كبيرة أو جدر كبير اللي يكفي كمية المكرونة. ما أتفاجأ في ناس مثلا بيكونوا بيشتغلوا من غير دراسة للخطوة بتاعتهم، فبعد هيك بضعفوا المجهود بسبب عدم تنظيم الشغل، بسبب عدم تنظيم الحركة من أول مرة. المي هلأ ابتدت تأخذ عندي يعني ما قبل الغليان، ممكن أضيف المكرونة مش مشكلة عندي. هلأ المكرونة ما أكسرها زي ما هي بالضبط، أخليها كحزم أو دوائر بالطريقة هاي، وأضيفها هغطيها تاني. طبعا أنا مش شرط أغطي المكرونة، بس أنا هلأ بغطيها للتسريع في عملية الطبخ مش أكتر،
ما في داعي انكم تغطوها اذا كان معكم وقت. انا مش هحتاج المكرونه هاي، ممكن نخليها جنبنا ونبتدي نجهز الدريسنج او الصوص اللي حنستعمله للمكرونه. هحتاج محضره الطعام، اي نوع محضره طعام بتقدري تستعمليها، وممكن اذا حبيتي تستعملي الخلاط اللي هو الابريق او حبيتي تستعملي الفود بروسيسور. هحتاج هلا قطعه اللي هي قرص التقطيع او البرش، هخليه جنبي واشوف ايش المكونات اللي حنحتاجها للصوص. هحتاج الريحان وشويه بقدونس، فصوص من الثوم الصحيح، وصنوبر ني، واخذ شويه بارميزان. البارميزان اذا يمكن بيبقى من وقت لوقت نوع البارميزان بيبقى ناشف شوي، فانا عشان اضمن يبقى شغلي مزبوط خليني في الاول ابرشه وبعدين بكمل بقيه الوصفه. خليني بس اقطعها جزئين لانه القطع هذه هحتاج احط شويه في الحشوه اللي هي الصلصه اقصد. نبرشها شوي. خلينا نبرش المقدار الثاني عشان مره واحده اخذ لتقديم الطبق بعد هيك. يبقى عندنا احنا هذا المقدار، حقسمه لنصفين، شوي حاخذهم لتقديم الطبق في الاخر عشان ما ننسى من اولها نكون عاملين حسابنا هنحتاج هالكميه. شويه هيك معقولين، هخليهم جنبي. وعلى البقية أنا حرجع الشفرة لعادي، هحط فصوص الثوم ونحط السنوبر وشغل ثواني بسيطة بس أتأكد إنه الثوم انهرس تماما. هضيف هلأ البقدونس والريحان مع بعض، وأثناء ما أنا بشغلهم أكون مجهزة زيت الزيتون أضيفه بالتدريج فوق هالخلطة. بلاحظ عندي صار زي الصوص الثقيل شوي. هلا تعتبر هذه صلصة البيستو او صلصة الريحان عندي جاهزة، خلينا نتخلص من هالاشياء مش حنحتاجها تاني ونشوف خطوتنا الثانية. انا مش هحتاج هلا هدول. يبقى البيستو او صلصة الريحان عندي جاهزة، هخليها قريبة مني واشوف. تنسوش احنا حطينا المكرونة، نشوف شو اخبار المي. تاخذ لها كمان يمكن دقيقتين ثلاثه حخليها ونرجع ثاني للصلصه. نسخن شويه زيت. اذا حبيتوا تستعملوا زيت الزيتون، اذا حبيتوا تستعملوا الزبده، الزبده بتعطي طعم طيب برضو مع هيك وصفه. واللي يعني اللي بترغبوا فيه ممكن تستعملوه. هنحتاج تتذكروا احنا في المقادير قلنا عنا الثوم الحب او الصحيح والثوم المهروس. انا حضيف هلا الثوم المهروس وما بدي يتغير لونه، مجرد بس اشم ريحته بتكون عندي الصلصه جاهزه. خليني اتاكد انه عندي الصوص ابتدى، الثوم ابتدى يعطيني هيك ريحه لذيذه وشهيه. بضيف صلصة الريحان. إذا حبيتوا طعم الريحان أكثر ممكن نضاعف الكمية، يعني بتقدروا تتحكموا فيها على حسب رغبتكم. هضيف الصلصة وبحتاج فقط هلا تقليب لثواني بسيطة. زي ما قلنا الطبق هذا بده تظبطي وقتك عشان ما بيحتاج أبدا وقت. ريحة الريحان كتير شهية، يعني بقلب لغاية ما هيك، بس أنا كأنه بده ينطبخ عندي هلأ الريحان شوي.
هضيف شوية ملح وما نكتر. ممكن الشخص يضيف ملح هيك على طبقه بدل ما احنا نزود، لانه تنسوش بدي احط رشة جبنة في الاخر، فما في داعي نكتر الملح. ريحة كتير رائعة. بنحمس احنا، كأني انا هلأ عم بحمس الريحان. هضيف هلأ الكريمة. إذا حبيتوا تستبدلوا الكريمة بالحليب بيمشي الحال، ولكن ساعتها بنحتاج رشة خفيفة من الطحين بس عشان يعطيني قوام تقيل للصلصة. بقلب الكريمة مع الصلصة، بسيبها هيك تنطبخ لبرضو ثواني بسيطة. بكون عاملة حسابي أنا كل هذا الوقت ببرمجه مزبوط، عشان زي ما قلنا بعد هيك عندي الفيليه لازم يطلع في نفس الوقت. فخلينا هلأ نبتدي نجهز الدجاج وأشوفكم بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مع الروائح الشهية اللي عم بشمها أنا بطبق الفيتوشيني. جهزنا إحنا الصلصة بس حنسيبها على النار لغاية ما يكتمل هيك تماسكها مع بعض، ونبتدي نجهز الفيليه. التشيكن فيليه اللي حامله طريقته كتير بسيطة. هحتاج قطعة من ورق الزبدة أو ورق، إذا عندكم ورق الشمعي، حرش عليه رشة خفيفة من الزيت، أو إذا حبيتي ممكن تمسحي مسح بس هيك قطرات خفيفة من الزيت. وأخذ قطعة من الفيليه، كل ما كانت كبيرة كل ما كان عندي أفضل، وأحط عليها. خليني بس أطفي النار لأنه هلأ استوى عندي خلص الصلصة. هرشها برضو برشة خفيفة من الزيت قبل ما أبتدي أشتغل فيها عشان ما تلزق عندي وعلى الورق كمان. هبتدي أطرق قطع الدجاج بهالطريقة. بنلاحظ هلأ وأنا بطرقها بنتبه أني برجع بفتح الورق وأخذ الأجزاء اللي طلعت هذه الصغيرة برجع بدخلها في الداخل وبرجع بكمل. لابد أني أعمل الخطوة هاي عشان ما تصير عندي بعد هيك مقطعة الدجاج. بدي قدر الإمكان أخليها قطعة كبيرة من الوسط وأطلع لبرا قد ما بقدر. بنفتح في نص الوقت عشان ما يصير عندي اللحم يتقطع. لابد أنه رشة الزيت هذه كتير مهمة. أقلبها على الناحية الثانية برضو وأتأكد، عشان كل ما بفردها لاحظوا كل ما بتلتصق هيك في الورق، فلازم أكون معطياها نوع من السهولة في الحركة. بنلاحظ كيف عم بندق لغاية ما تصير رقيقة تماما. فردت قطعة الفيليه قد ما بقدر. نتخلص من هذا الورق وخلص نتخلص من هذه هلأ ببتدي أسخن الشواي. أنا عندي هون الشواي اللي ممكن أشوي فيها كل ما يخطر على بالي من مشاوي. شواي كتير عملية. أشيل بس الغطاء، أنا مجهزاها تكون سخنة. أخذ رشة خفيفة من الملح ورشة خفيفة من الفلفل الأسود، وأي بهار بتحسي إنك حابة تستعمليه. بترك لك حرية اختيار أي نوع من البهار بتحبيه. ممكن نرش رشة من الهيل، ممكن نرش رشة فلفل أبيض، زي ما بتحبي. هاخد برضو رشة خفيفة من الزيت على الشواي بهالطريقة. خلي الزيت دايما جنبي لأنه هستعمله عدة مرات. وباخد قطعة الفيليه الرقيقة خالص ومباشرة بحطها على الشواي. وحنحتاج ملقط عشان بس نعرف هيك نقلبها. ممكن ناخد ملقط هذا. بتاخدش ابدا منك وقت لانه زي ما شفتوا احنا عاملينها رقيقة كتير. برفعها بالطرف مجرد ما الاقي انه اللون تغير عندي هيك. بستنى لا ثواني كمان، خليني احط قطعه ثانيه. مجرد ما يتغير اللون خلص بتكون استوت. برضو شريحه من اللحم الفيليه مباشره، بس خلينا نفردها هيك عشان تاخذ هيك التحميص الحلو واللون اللذيذ. بنلاحظ كيف ابتدى عندي هون اللون الابيض يتكون. بنشوفها هيك مع بعض.
نقلبها على الناحية الثانية. لاحظتوا مجرد ثواني بسيطة، أنا يعني الكاميرا معاكم على طول بس عشان تحسبوا الوقت، ما بتاخد أبدا منكم وقت. لاحظوا لما بفرده ممكن يكون عندي تجهيز مسبق لوقتك عشان تكسبي يطلع على السفرة على طول، لأنه بدك تطلعي كمية مثلا في وقت قصير، فممكن ممكن تفردي الفيليه بهالطريقة وتحطيه ما بين قطع الورق الشمعي ويبقى جاهز عندك وقت اللزوم. خليني أغطيها شوي. هلا اللي استووا هدول بشيلهم أنا وحطهم على الناحية الثانية اللي هي الجزء هذا، ممكن أضلني محتفظة بالقطعة تبقى دافية على هذا الجزء، وأرجع رشة خفيفة من الزيت على عشان أكمل شوي بقية الدجاج. نفس الخطوات هلا عم بكررها. وناخذ اخر قطعه، يعني اربع اشخاص بدنا نعمل حسابنا طبعا كل شخص قطعه، ونشيل الورق. هيك احنا خلصنا شوي الدجاج، نتاكد انها استوت من الجهه الثانيه. ريحتها كثير كثير لذيذه. لاحظوا احنا ما بهرناها ولا عملنا اي شيء، تنتبهوا احنا فقط حطينا رشه الملح، نقلبها على الناحيه الثانيه بهالطريقة. خطوتنا الأخيرة اللي هي تقديم الطبق. طبعا أنا عندي الفيتوشيني يدوبك مسلوقة زي ما قلنا، نقدر نعمل برمجة لوقتنا تبقى في الوقت المناسب. حصبها على الصلصة، هحرك بسرعة هيك عشان طبعا الصلصة هذه احنا شفنا بتبقى فيها كريمة، فما بدي يبرد، لازم على طول تطلع على السفرة على طول. صلصة الريحان بتعطيني طعم كتير مميز لهالطبق. هنحط قطع الفيليه، قدر الامكان احافظ عليها سخنة، هاي محمرة بتشهي يعني. عشان نحافظ على الأطباق هاي سخنة، يفضل أنه لما تطلع على السفرة تطلع سخنة. ممكن تحطيها أنت بالفرن شوي، نفس طبق التقديم نحطه بالفرن. هاي عندي شوية جبن بارميزان، وحاخد شوية زيت زيتون، قطرات بسيطة فقط على الطبق بهالطريقة، حيعطيني طعم. سلقنا المكرونة وجهزنا صلصة الريحان، بخلط الريحان مع السنوبر والثوم والبقدونس وزيت الزيتون. حمرنا شوي الثوم مع زيت الزيتون وحطينا الصلصة وأضفنا لها الكريمة وتركناها لغاية ما صارت صلصة سميكة. فردنا الدجاج إلى شرائح رقيقة وشويناه على الشواي. طبعا التقديم اللي بيبقى لكل شخص على السفرة في طبقه بيحتاج اهتمام أكثر من ست البيت إنها تبرمج زي ما شفتوا وقتها في الطبخ، بس من وقت لوقت حاولي تغيري بأسلوب تقديم السفرة. وشفتوا الفرق ما بين الطبق الأولاني والثاني، مع أنه عم نستعمل هون تشيكن فيليه ومكرونة وهون تشيكن فيليه ومكرونة.